السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نبلش في تشابتر 5. تشابتر 5 من التشابترز الطويلة شوي وفيها كثير تفاصيل، والسكشنز المطلوبة هون في عندي في السلايد الثانية أسماء السكشنز المطلوبة. تقريبا كلهم مطلوبة، مش تقريبا، هم كاملين مطلوبين، يعني ما فيهم أي سكشن محذوف. الموضوع الأول زي ما أنتم شايفين في التشابتر بيحكي عن ديزاين بشكل عام. أنا راح أحاول أختصر لكم بعض التفاصيل اللي بالعادة بدرسها، بس يعني بتكون تفاصيل مش كتير مهمة، زي هاي سلايد مثلا. بنروح مباشرة على تعريف الديزاين. تعريف الديزاين بسيط جدا، اللي هو achieving goals within constraints. دائما في عملية الديزاين بيكون في عندك أهداف، لكن في عندك محددات. وأنا دائما بعطي مثال على كلمة ديزاين، إشي أقرب على العقل، اللي هو أنت بدك تبني مبنى معين، عمارة أو بناية، وهاي البناية زي ما بتعرفوا بيروح صاحب البناية بيروح عند مهندس أو مكتب هندسي حتى يعمل له تخطيط هندسي أو ديزاين. يعني هو فعليا المهندس بيعمل ديزاين. إحنا ما بنروح مباشرة بنعمل حيط هون أو نفتح باب هناك، إلا بناء على رسمة هندسية عملها واحد متخصص. هذا المتخصص لما يجي يبني البناية على الورق بيكون في عنده أهداف بده يحققها، والأهداف هاي هي تلبية متطلبات اليوزرز اللي هم في هاي الحالة أصحاب البناية. ولا أصحاب البناية بدهم ضروري عندهم مثلا 3 غرف على الأقل، ضروري عندهم الممر يكون كبير، ضروري عندهم مثلا غرفة كذا، في عندهم متطلبات معينة. لكن بحكمك أشياء من ضمنها مثلا حجم الأرض، بجوز هم بدهم بناية كبيرة وحجم الأرض صغير، أو شكل الأرض، بجوز مثلا صحيح حجم الأرض كبير بس جاية مثلا على شكل مستطيل ضعيف وطويل، فما بنبنى فيها اشي. فدائما في عندك constraints. نفس الاشي بالكمبيوترز، في عندنا دائما goals، اهداف، purposes، كمان اهداف، شو المتطلبات اللي انت بدك تلبيها. لكن دائما في constraints، وهاي الكونسترينتس اللي هي القيود. مثلا في عندنا الماتيريالز، المواد الخام، platforms، المنصات. هاي الاشياء كلها بتجبرك احيانا وبتغير من خياراتك. فأحيانا كثير بالديزاين بتضطر إنك تعمل تريد أوفس. تريد أوفس معناتها موازنات، يعني ما بتقدر تحقق هدفين مع بعض، بس ما بدك هدف تحققه بشكل مثالي والثاني تخسره تماما. فبتصير بتوازن، بتصير تقلل شوي من هدف معين لحتى ترفع هدف ثاني، وبالتالي تحصل على صيغة مناسبة من كل الأهداف المهمة عندك. هاي بنسميها تريد أوفس، وهي مهمة كثير في عملية الديزاين. الجولدن رول اوف ديزاين، دائما اندرستاند يور ماتيريالز، افهم المواد الخام اللي عندك. المواد الخام دائما بتاثر عليك. كيف يعني المواد الخام؟ يعني في الكمبيوتر، فور هيومن كمبيوتر انتراكشن، في حالتنا احنا يور ماتيريالز هيهم، هذول هم. اندرستاند كمبيوترز، الكمبيوترز مثلا في عندهم ليميتيشنز، في عندهم محددات، في اشياء ما بتقدر تعملها. في كاباسيتيز، قدرات، كل كمبيوتر له قدره، كمبيوترز مش كلها نفس القدرات. في عندك تولز، ادوات، هاي الأدوات بتساعدك أحيانا إنك تحقق أهداف أكثر. فلو ما كانت موجودة هاي الماتيريالز كمان بدك تفكر في الموضوع أكثر. والبلاتفورمز اللي هي المنصات. understand people كمان، حتى البيبل يوزرز لازم تفهمهم، وهذا جزء كبير من التشابتر الحالي. إنه هل أنا كديزاينر مطلوب مني أفهم اليوزرز اللي بدهم يستخدموا السيستم؟ هذا السؤال راح نجاوبه في سكشن خاص في اليوزرز لقدام شوي. and their interaction بين الكمبيوترز وبين البيبول. لسه كمان هاي اشياء بدك تعرفها كلها كمواد خام، كماتيريالز، يعني ماده خام انت بدك تصنع منها انتراكتيف سيستم. to err as a human، السؤال هون انه هل لو كان في اخطاء كثيره يكون اللوم ار اللي هي الفعل من ايرور، هل التجريم او اللوم يكون على اليوزر ولا على الديزاينر لو كان اليوزرز هم اللي بيعملوا اخطاء كثير؟ المؤلف بيحكي لنا هون انه دائما الخطأ على الديزاينر مش على اليوزرز. ليش؟ طب ما هم اليوزرز هم اللي بيعملوا اخطاء. بيحكي لك لما بصير اير كراش مثلا، اير كراش يعني تحطم طائرات، او اندستريال اكسيدنت اللي هي المصانع، الحوادث الكبيره اللي بتصير في المصانع، او هوسبيتال ميستيكس، اخطاء الطبيه اللي بتصير في المستشفيات، هل دائما اليوزر المباشر اللي استخدمها زي الطيار مثلا بيكون الحق عليه؟ احيانا، بس احيانا بيكون مشكله في الديزاين نفسه. ف
في حالتنا احنا في حالة الكمبيوتر هيومن كمبيوتر انتراكشن احنا بنعتبر ان الديزاينر هو صاحب الخطأ. ليش؟ المؤلف بيحكي لك انه it's nature of users to make errors، من طبيعة اليوزر لانه انسان انه يعمل اخطاء. مسؤولية الديزاينر انه يتجنب عواقب هاي الاخطاء. كمان مرة، من طبيعة البشر انهم يعملوا اخطاء، اشي طبيعي انهم يعملوا اخطاء، كان مفروض من الديزاينر انه يتجنب عواقب هاي الاخطاء. واعطيكم مثال بسيط جدا، اليوزر ممكن جدا يكون يعبي بفورم ومطلوب منه الايميل وهو قرأها خطأ، او من السرعة مثلا بدل ما يدخل ايميل دخل تاريخ ميلاده مثلا ومشى، لان لو كان يعبي على ورق تمشي، لو كان الفورم ورقي خلاص تمشي، ما حدش راح يحكي له والله خطأ. بس كديزاينر انت عامل سيستم وبطلب من اليوزر يعبي فورم وطلبته ايميل، كان من السهل جدا انك تعمل validation rules وتتأكد انه والله هذا مش ايميل، مش شكله ايميل، لانه هذا تاريخ ما في at مثلا، لو كتب تكست عادي مثلا هذا التكست ما في at كذا، فانت بتعرف انه هذا مش ايميل. فانت هون كان ممكن تتجنب عواقب الاخطاء اللي صحيح عملها اليوزر، بس انت ما كان عندك فرصة انك تتجنب عواقب هاي الاخطاء وما تجنبتها. السنترال مسج الاساس في كل الانتراكتيفيتي هي اليوزر. راح نرجع لليوزر، بس هون في عندنا بروسس كثير مهمه اسمها بروسس اوف ديزاين، هاي الخطوات اللي بنمشي فيها لما بنعمل ديزاين. دائما ضروري جدا قبل الديزاين انك تجمع معلومات، من الصعب جدا على اي ديزاينر انه يشتغل من غير ما يجمع معلومات. وات از وانتد اللي هي تجميع المعلومات. ليش ضروري جدا تجميع المعلومات؟ بحكي لك لانه الديزاينر في عنده goals وفي عنده constraints زي ما حكينا بتعريف الديزاين. طيب هو كيف بده يعرف هاي goals وكيف بده يعرف constraints من غير ما يجمع معلومات؟ مستحيل اي عملية ديزاين تبدأ في اي خطوة غير تجميع المعلومات. هيك هو بيصير في عنده كل constraints وكل goals، هيك هو بيعرف يطلع ديزاين. ودائما بعد عملية تجميع البيانات دائما بيجي analysis. افتح اي كتاب system analysis، دائما بعد تجميع البيانات دائما بيجي تحليل مش ديزاين مباشرة، لانه المعلومات اللي جمعتها ممكن تكون كثيرة، في بعضها مهم وبعضها لا، فبدها ترتيب في أولويات. كمان ممكن تكون مثلا صحيح مهمة لكن الفورمات تاعها غير جاهز، فبالأناليسز بيجهزوا هاي البيانات. زي انت ما بتروح بتجمع معلومات مثلا عن طريق الإثنوغرافي مثلا، هاي الإثنوغرافي اللي هي تجميع بيانات عن طريق مراقبة البشر، انت بتروح تراقب الناس، بدك معلومات عن الناس ومش قادر تأخذها منهم، تسألهم ما بيجاوبوك، راح نعرف ليش ما بجاوبوك بعد شوي راح نحكي في هذا الموضوع. بس الآن الإثنوغرافي إنك أنت تروح تراقب الناس حتى تجمع عنهم معلومات، هاي هي الطريقة إثنوغرافي، هيك تشتغل. طيب رحت أنا وراقبته مثلا 3 أيام وجمعت معلومات كثيرة عنه، هلأ أنا مجمعهم على شكل مسودة، ما بدها تبييض، ما بدها تجهيز، ما بدها ترتيب هاي البيانات، أحيانا تغيير الفورمات برتبها بشكل معين، هذا كله بيصير في الأناليسز. وبتوقع هذا مرة عليكم بأكثر من مادة، لكن اللي بدي أحكيه هون أنه ضروري تركز على الأوتبوت، دائما بسأل عنه في الامتحانات، الأوتبوت من كل مرحلة للمرحلة بعدها، يعني الأوتبوت من المرحلة الأولى تجميع البيانات اللي بتدخل كإنبوت على الأناليسز اللي هي سيناريوز، والسيناريوز موضوع سكشن لقدام شوي في هذا الشابتر، راح نحكي إيش يعني سيناريوز. بس مبدئيا بدي تعرف أنه اللي بجمعوا معلومات بعد ما بجمع المعلومات بيجهزوها على شكل سيناريوز وبيعطوها للتيم الثاني اللي بيعمل اناليسز. اناليسز زي ما حكينا هما بيجهزوا هاي المعلومات، اذا بدها ترتيب او تغيير شكل فورمات او كذا، بيطلعوا اشي اسمه guidelines وprinciples، وهاي موضوع الشابتر السابع. بدي تكتبوا لي جنب هاي design rules، guidelines والprinciples، اكتبوا لي جنبها design rules يعني قواعد للتصميم، guidelines والprinciples واشياء ثانية كمان كلها بتندرج تحت إشي اسمه design rules اللي هو اسم الشابتر السابع. اللي مش عارف يكتبها افتح الشابتر السابع، عنوان الشابتر السابع هي الاوتبوت من الاناليسز للانبوت على الديزاين. الان ديزاين اخذ الديزاينر اللي لو انت اجا حظك هون، انت هون تشتغل في شركة معينة، انت هون تشتغل، انت بتستنى ولا بتروح تجمع معلومات ولا بتحلل المعلومات، انت بس بتاخذ كانبوت guidelines و principles او قواعد للتصميم. مدام صارت عندك القواعد انت بتقدر تعمل ديزاين. بس هذا الديزاين الوحيد اللي طالع منه سهمين. بالبداية احنا ما بنطلع ديزاين نهائي مرة واحدة مباشرة، بالعادة الديزاينر بيطلع بروتوتايب، وبتوقع كلكم تعرفوا ايش يعني بروتوتايب، اللي هو زي نسخ اولية
من السيستم او من الديزاين. هون عفوا احنا ما في عندنا سيستم، احنا قاعدين بنحكي عن ديزاين، يعني الاوتبوت النهائي ديزاين مش سيستم. الان الديزاين هذا البروتوتايب عفوا هو ديزاين مبدئي، هو تصميم مبدئي، كل الغرض منه انه انا بعمل عليه ايفالويشن، يعني تقييم، حتى احصل على ملاحظات واحصل على فيدباك. هذا الفيدباك بيصير عن طريق ديالوج، حوار بين الديزاينرز اللي عملوا بروتوتايب وبين اليوزرز الاساسيين اصحاب السيستم اللي بدهم يستخدموه بالنهايه. يعني انت بتيجي بتوريهم ديزاين مبدئي وبتحكي لهم شو رايكم، احنا هيك 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 مفكرين نعملكم اياه. ولقدام شوي راح نحكي عن شكل اشكال البروتوتايب، كيف ممكن يكون تحديدا شكل البروتوتايب. بس مبدئيا بدي تعرفوا ان الديزاينر بيطلع بروتوتايب بالبدايه، ما بيطلع ديزاين نهائي، عشان يصير عليه ايفالويشن يعني تقييم، ويصير عليه دايلوج يعني حوار بين الديزاينرز وبين اليوزرز. وعن طريق هذا الفيدباك، طبعا الفيدباك هذا ما بيرجع الديزاينر، هذا الفيدباك كمان بحاجه لتحليل زيه زي المعلومات اللي جمعناها من البدايه. شوف اي معلومات بحاجه لتحليل قبل ما تروح على الديزاينر. ليش؟ لانه الديزاينر ما بيفهم معلومات، بيفهم قواعد للتصميم. مين اللي بيحول المعلومات سواء اللي جت من هون او الفيدباك اللي رجع من هون ذا جايد لاينز وبرنسبلز او قواعد للتصميم اللي هم الاناليسز. فالاناليسز باخذ هذا الفيدباك وبعمل زي ما عمل المره الاولى، بيطلع لنا قواعد جديده للتصميم بتخلي الديزاينر اقدر او اكثر قدره على انتاج سيستم افضل هاي المره، عفوا انتاج ديزاين افضل، انتاج تصميم افضل هاي المره. ليش افضل؟ لانه حصل على فيدباك. لكن هاي لوب، هاي اللي انتم شايفينها واضح انها لوب لانها دائره، ديزاين بروتوتايب اناليسز، ديزاين بروتوتايب اناليسز. كل مره الديزاينر بيعمل بروتوتايب، طبعا بروتوتايب 1 بروتوتايب 2 بروتوتايب 3، وكل واحد منهم بيصير عليه ايفالويشن، بيصير حوار، بيصير فيدباك جديد، الاناليسز بيحلل الفيدباك، بيودي قواعد للتصميم جديد للديزاينر، الديزاينر بيعمل البروتوتايب اللاحق اللي بعده 2 3 4. طيب متى نكسر هاي اللوب؟ هاي اللوب متى تنكسر؟ المفروض تنكسر بالاخير، ما راح نضلنا نلف فيها طول العمر. تنكسر هاي اللوب لما بيصير يوزر ساتسفاكشن، يعني هون بالديالوج بالحوار بيصير رضا من اليوزرز، يعني برضوا عن هذا البروتوتايب. ساعتها بتنكسر هاي اللوب خلص، وهذا البروتوتايب بطلع الآن على شكل precise specification. و precise specification اللي هي حرفيا مواصفات دقيقة. ايش يعني مواصفات دقيقة؟ يعني خلاص صار عندي مواصفات دقيقة للسيستم، صار عندي ديزاين دقيق، خلاص عارف انا شو هو. الاول كان في اخطاء كثيرة، الثاني اخطاء اقل، الثالث اخطاء اقل، لحد ما صار في رضا، يعني مش شرط صفر اخطاء لكن في رضا، خلاص راضين عنه. فانا وصلت لمواصفات دقيقة للديزاين النهائي، او اذا بدكم سموها اسهل final design، يعني الديزاين النهائي. هذا الديزاين بيروح على خلص على implement، يعني على التطبيق، بيروح على التطبيق، لانه احنا هون مش process of implementation، هون ما في implementation، ما في برمجة. يعني انت كل اللي بتتوقعه من هاي البروسيس كاملة بعد ما تكملها انه يطلع لك design، لكن design زي ما حكينا precise يعني الدقيق. هاي البروسيس كثير مهمة، ركزوا عليها كثير، في شرح طبعا في سلايد اللي بعدها شوي. وخلينا نوقف عند اليوزر فوكس في الفيديو الجاي ان شاء الله. يعطيكم العافية.